معنا اليوم ابن محافظة البحيرة وأول ساحر مصري عربي يحصل على عضوية جمعية الصحراء العالمين بالهند. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. ممكن تعرفنا بنفسك؟ هني شو من دمنهور، محافظة من البحيرة. محافظة البحيرة. تمام، عرفنا إن حضرتك موهوب في مجال السحر. ممكن تكلمنا شوية عن هذا المجال؟ إزاي حسيت إنك موهوب فيه؟ والله من حوالي 15 سنة كنت بتفرج على السحر في التلفزيون وبستغرب بيعمل الحاجات دي ازاي، فحبيت المهنة فحبيت ان انا ابقى ساحر، فالحمد لله بقيت ساحر. تمام، طب هو فعلا في حاجة اسمها سحر ولا هو خفة يد؟ لا هو كله خفة يد وتدريب وتكنولوجي ومش اكتر. تمام، إيه ممكن تكلمنا عن البطولات اللي حصلت عليها؟ والله البطولات يعتبر اول بطولة حصلت عليها كانت في المغرب في مدينة الرباط، كان اكبر مهرجان للالعاب السحرية على مسرح محمد الخامس في الرباط، والحمد لله خدت مركز كويس وشرفت مصر وخدت شهادة تقدير من أكبر مدرسة للسحر من المغرب. تمام، في حاجة غير المغرب؟ آخر مهرجان لسه مشارك فيه من حوالي 10 أيام بالظبط أكبر مهرجان سحري عالمي بالهند، كان في مومباي، كان بيضم جميع أنواع سحرة العالم. تمام، طب ممكن تحكي لنا بقى شوية عن تجربتك بهذا الهند، يعني مثلا وصلت للمهرجان ازاي؟ والله انا اصلا عضو في جامعه الصحراء العالميين بلندن واسم مسجل عندهم، فاي مهرجان في اي مكان في العالم بيعلنوا عنه بيجيبوا الاسامي ممثلين كل بلد، فانا الحمد لله يعتبر ممثل مصر وممثل العالم العربي يعتبر كله، فطبعا اسمي مدروج على القوائم، اي مهرجان عالمي بيدعوني فاضي بشارك، مش فاضي خلاص لو عندي مهرجان تاني، لان ممكن يكون مثلا في مهرجان في الهند وفي نفس التوقيت في ماليزيا في تايلاند، بيبقى في مهرجانات كتير قوي في وقت واحد. تمام، طيب إيه تقدر تقول لنا قدمت ايه هناك؟ إيه العروض اللي قدمتها؟ إن الجمهور كان حاسس بإيه وقتها؟ والله انا بحب جدا شغل الشماسي، الماجيك امبريلا ده بيبقى جامد قوي، وكمان التكنولوجي بتاعته حلوه قوي، ان انت بتخش فاضي معكش اي حاجه والاخر تلاقي مثلا حوالي 100 شمسيه على الارض قدامك، ده بيبهر الجمهور قوي قوي، وكمان طبعا بحب شغل الحمام اليدوي والحرير تمام، والشموع. مين أبرز الصحراء اللي قابلتهم هناك بالمهرجان؟ لا صراحه في كتير قوي قوي قوي، يعني في كان طقم جامد قوي من ماليزيا كانوا جامدين قوي قوي قوي، بس طبعا اساميهم غريبه شويه من مش حافظها. بالنسبه للصحراء الهنود طبعا في مستر يونا ده جامد جدا بيقلد تشارلي شابلن، بيعمل شغل حلو قوي الاطفال بتحبه جدا جدا جدا، وطبعا مشهور قوي في كل انحاء الهند، وفي روبرت وفي ساحره اسمها زينيا جامده قوي بتعمل تشينج الملابس تجليل الملابس. تمام، طيب كنت حاسس بإيه وانت جنبهم، خصوصا انك الوحيد اللي بتمثل مصر والعرب في هذا المهرجان؟ والله كنت حاسس ان انا مش عايز اقول لك صغير قوي، ان مفيش اهتمام من مصر بالمجال الالعاب السحريه، مفيش تعاون، انا رايح المهرجان ده على حسابي وكل حاجه على حسابي، لغايه ما وصلت المهرجان والحمد لله جبت مركز لمصر وشرفت مصر في الاخر، حصلت على شهادة جبت طبعا وعلى شهاده كام وعقود تقدير؟ جمال السحر العالمين بالهند حاجه مش سهله، وكاس، وكنت طبعا من ضمن الفي اي بي اللي هم على الستيج اللي استقبلوا الناس والحمد تمام، لله. إيه تقدر يعني تقول لنا بقى حصلت على ايه بمجمل الموضوع هناك؟ شفنا ان في شهادة وفي كاس. الحمد لله يعتبر ده درع، الدرع ده حصل على كذا ايزو، ده خاص باكاديميه الصحراء العالميين بالهند، تمام، فيما معناه اسمه اندو ايجيبت براذر هود اوورد، او جائزه الصحراء العالميين المصريين والهنود، طبعا الحمد لله انا اللي يعتبر الوحيد من مصر اللي شاركت، فدي تعتبر جائزه خاصه بيا وبمصر كلها. طيب تأمل بقى انك تكون ايه في المستقبل؟ والله العظيم انا نفسي اوصل لعالميه اكتر من كده، لان انا بجتهد هنا في مصر، ما فيش مدارس، ما فيش محلات بتاع العاب سحريه، كل حاجه يعني كل اللي انا بعمله اجتهاد من نفسي، انا بعلم نفسي بنفسي، لو لقيت لعبه عجباني انا يا اما بحاول اصنعها يا اما بسافر امريكا اشتريها او لندن اشتريها او الصين اشتريها او الهند اشتريها، هنا ما فيش الكلام ده، ففعلا في مصر مش حاسين بمجال الالعاب السحريه، مع اني حققت مركز في الهند، واخد عضويه في امريكا، واخد عضويه في لندن، واخد عضويه لسه جديده دي في الهند، ف واحده واحده بقى ربنا يسهل مصر تهتم اكتر بمجال الالعاب السحريه. تمام، شكرا جدا يا استاذ، ربنا يخليك، شكرا.